يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. ضيف اليوم يا جماعة لقائي كان معاه جدا جدا ممتع وثري، وخلاني أؤمن بحكاية إنه الناس قد يكون لها تأثير جدا قوي عليك بمجرد الجلوس معك حتى ولو للمرة الأولى. محمود مهدي يا جماعة من قناة فيلم جامد للأمانة غير نظرتي لأمور كثيرة في عالم صناعة الرسوم المتحركة، سواء في جلسة اليوم أو سواء في الأيام الماضية وأثناء متابعتي لفيديوهات. غير إنه عنده نظرة مميزة لكل عمل يتابعه ويشوفه بطريقة غير اللي أنا أشوفه فيها، فكان لابد أني أجلس أنا وياه في يوم وأخذ وأعطي معه. عشان لا يكثر الكلام والطول المقدم يا جماعة، لايك للفيديو لو أعجبكم، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات علشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول. تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي وتويتش والديسكورد، كلها موجودة في صندوق الوصف. ولو عندك أي اهتمام بسيط في عالم الألعاب وبالتحديد في عالم ماينكرافت، راح تلاقي رابط قناة الألعاب تبعي في صندوق الوصف برضه. اهلا وسهلا بالشيخ، بالاستاذ المعتق الكبير. ايه يا عم ده، ايه الشيخ والمعتق والحاجات دي؟ معتق يعني قديم. طب ما ليه تفكرني بالحاجات دي؟ ما تخلي انت عارف استاذ محمود، انا اول مره بديت اتابعك وانا صغير. مش ناوي تجيبها لبرد، ماشي. احب اقول لك نورتنا يا باشا. حبيبي يا دود، متشرف بيك والله وسعيد جدا. انست والله، وشكرا وشكرا شكرا لانك استجبت للدعوه، وانا متفهم جدا انك مره مزحوم يعني، وجدولك متضارب مع جدولي بالذات. بس أيوة، كويس عشان انت بتنام والناس صاحيه وبتصحى والناس نايمه. هذه ضريبه انك تكون موظف سوشيال ميديا. ما بيفرق معك تنام متى، بتصحى متى، عادي. لا والله انا اللي بشكرك على الدعوه الكريمه، ومبسوط جدا ان انا معاك، ومتحمس لاني انضم لقائمه ضيوفك. يا حبيبي الله يعطيك الصحه والعافيه يا باشا. اللي ما تعرفوه يا جماعه، الاستاذ مهدي يعرف الحلقه اللي صارت بيني وبين ماهر في سلسله علماش، ولكن اللي ما يعرفه انه شاف الفيديو بس ما تابع. غلاسه بس اوكي بس جات في صالحي يعني بالنهايه. يعني هذا لسه انت عارف، أصلا يعني بشوف كل حاجة الماهر وبشتغل مع ماهر على الأقل مرة كل شهر، فمش اللي لما لقيه ضيف عند ناس كمان هدخل اتفرج عليه بقى، يعني هو كفاية كده. كفاية. طيب انت عارف انا ليش مبسوط انك ما شفت الحلقه؟ يعني اوكي بقى، انا زعلان انك ما شفت الحلقه، بس زعل بسيط، لكن مبسوط لاني بطرح لك نفس الاسئله اللي سالتها ماهر، نفسها، مش راح اغير ولا شيء. يعني انت في الاخر ما اشتغلتش، العمليه جات لك على الجاهز. حلو قوي. يا سلام، نفس الاسئله اللي انا طرحتها على ماهر بطرحها لك اياها. ومثل ما انت عارف، او اعيد لك المعلومه دي لو ما انت عارف، أسئلة علماشي هي أسئلة يعني ما فيهاش صح ما فيهاش غلط، أنت بتجاوب الإجابة اللي تعجبك، الإجابة اللي تيجي في بالك، مجرد أسئلة سواليف يعني. والله أعلم إني أضفت لك سؤالين إضافية، بس برضو مسروقة من فيديوهات قديمة ثانية لي. أنت مش عايز تعمل أي حاجة. ما في ماني قادر أخترع أسئلة، وصلت إلى كذا جاني كرياتيف بلوك من كثر الأسئلة اللي طرحتها على الناس، يعني أكثر من 50 سؤال انطرحت في السلسلة ذي، وما عاد قدرت أوصل لأي أسئلة إضافية. أنا لو بقول لك يا محمد ابتكر سؤال كذا كرياتيف، ايش بتبتكر سؤال كرياتيف له علاقه بالسينما والتلفزيون مع ضيف بيجي عنده. انت انا اسمي محمود، هو انت قلت محمد دلوقتي؟ انا قلت محمد. انا تهيألي انت قلت محمد، افتكرتك بتكلم حد تاني. سؤال كرياتيف. انا دائما بخاطبك بصيغه محمود، بس مهدي. يا عم خليك في مهدي وخلاص. ايوه، فقلت لا خليني احاول انادي باسمه الاول، يمكن تمشي معايا، بس شكلي قلت محمد. ادي اول حاجه تحاول تجتهد فيها النهارده. يلا قول لي. سؤال كرياتيف لي دعوه بالسينما. يعني انت افترض انك انت اللي قاعد تستضيفني وعندك اسئله كرياتيف كذا، اسئله يعني مش افضل فيلم، ايش افضل مسلسل، الاسئله دي مبتذله يعني، خلاص صارت مستهلكه. طيب يعني بص، هي تمشي في نفس السكه بس هديها صيغه مختلفه شويه. ايه الفيلم اللي تنزع منه جائزه الاوسكار وتديها لاي فيلم مكان؟ شكرا لك، هذا واحد من الأسئلة المفروض تنطرح عليك، يعني انت تابعت. ايه ده سؤال موجود عندك فعلا ولا انت ولا لا؟ موجود امامي الان، بس وارد يعني من ضمن الأسئلة اللي ممكن الواحد يبتكرها بيكون سؤال زي كذا. جميل. هلا والله بمنتهى الامانه دي انا ما شفتهاش يعني، ما في الحلقات اللي قبل كده ما عداش عليا. لا هو السؤال انه يعني في تشابه في السؤال، بس انه للممثلين صراحه. السؤال اللي انت قلته مبتكر مش من عندي، بس لا، السؤال اللي عندي انا انك تاخذ الجائزه من ممثل وتعطيها ممثل، سواء من فيلم ثاني او دي اسهل على فكره. أيوه. يعني انت لو سالتها لي هبقى عارف الاجابه بسهوله. حيجيك السؤال في الطريق. طيب استاذ مهدي، احنا حنبدا وليتس جو ان شاء الله، انه ايش تكون الاسئله يعني لذيذه ونطلع باجابات جميله
منك يا رب إن شاء الله. السؤال الأول اللي سألته لماهر موصلي في أول لقاء في سلسلة على الماشي مع الضيوف، لو قدرت ترجع إلى سنة معينة، السنة هذه أنت ما حصلت لك فرصة، ممكن كنت بيبي، ممكن كنت صغير، ممكن كنت مراهق، ممكن كنت في ظروف مختلفة، لو جاتك فرصة أنك ترجع إلى سنة معينة علشان تحضر فيلم أثناء نزوله في السينما، إيش الفيلم اللي راح تحضره وإيش السنة اللي راح ترجع لها؟ انت فتحت عليك كده علشان انا سيء جدا في السنين، يعني انا اي حد عمل معايا اي انترفيو قبل كده عارف ان انا اكتر حاجه بضيع فيها هو ايه اللي حصل سنه كام. بس انا هقول لك حاجه عادي، ممكن تجيب اسم الفيلم. يتهيألي سنه 82. انا سنه 82 كان عندي 3 سنين وحتى 4 سنين، فكنت صغير ما كنتش واعي قوي. اتصور ان دي السنه، ويا رب اكون صح، يمكن تفرق معايا في حاجه صغيره، اللي نزل فيها فيلم بليد رانر الاول. ولو انا بفكر برضو بشكل صحيح، اتصور ان يا 82 او 84 الطرح ألبوم تريلر بتاع مايكل جاكسون. وألبوم تريلر بتاع مايكل جاكسون ده عندي هو أعظم ألبوم في التاريخ، وده مش عندنا بس، ده هو بكل الأرقام أعظم ألبوم في التاريخ. فحاسس إن أنا المناسبتين دول كنت أحب إن أنا أحضرهم، كنت أحب أكون من أوائل الناس اللي يشوفوا بليد رانر في السينما ويقولوا رأيهم فيه، مجردين من حمله التاريخي وثقله التاريخي والحوارات الكتير قوي اللي أثيرت حوله. وكنت أحب أبقى أول واحد يسمع تريلر من غير ما يعرف عنه أي حاجة. جميل. وش الموضوع تبع مايكل جاكسون اللي انت قحمته في الموضوع؟ ما بقولك ألبوم تريلر، انا بحب ألبوم. انا بص، في حته المزيكا ديت، فكره ان يكون في ألبوم يكون في حاجه كل الاغاني بتاعته حلوه، ده مستحيل. هو في الاغلب كل اعظم الألبومز اللي في التاريخ فيها اغنيتين ثلاثه اربعه والباقي كله حشو. تريلر دوت مع اربع خمس ألبومات تانيين كده في التاريخ، يكاد يكون كل اللي فيه مش بس اغاني حلوه، كل حاجه فيه از كلاسيك، حاجه ما تتنسيش، حاجة هتفضل مخلدة في التاريخ. كنت أحب قوي أكون بسمع الأغاني ديت أول مرة وأنا معرفش إيه الموضوع. ده ينطبق على أغنية أو اتنين في الألبوم، لأن أول مرة سمعتهم كنت صغير برضو، ما كنتش عارف حاجات كتير عنه منهم، وأنا بستارتنج سامتنج. بس لا، كنت حابب أبقى جزء من الكالتشر دي، كالتشر تريلر، كالتشر بليد رانر، الثقافة ديت وهي لسه بتتزرع وهي لسه بتبتدي. يعني إحنا دلوقتي عندنا فرصة، أنا وإنت وناس كتير من المهتمين بالسينما، إنهم شافوا كولتشرز كتير في اولها، ويمكن حتى اليوم ما نعرفش اذا كانت هتعيش ولا لا، ما نعرفش اذا كانت هتبقى يعني بعد 20 سنه، هل الناس هتكون لسه بتتكلم على جيم اوف ثرونز، هتكون لسه بتتكلم على هاوس اوف ذا دراجون، هتكون لسه بتتكلم على اي دونت نو افلام بقى، هتكون لسه بتتكلم على جوكر، هتكون لسه بتتكلم على ان جيم. وهيبقى لك صفه مشرفه قوي انك اول واحد شفت الحاجات دي، شفتها وهي لسه طازه. أيوة وهي أيوة لسه خضراء. ايوه ده اللي ربطني شويه ببليد رانر كذلك. حلو، اجابه جميله والله استاذ مهدي. بس ما ادري اذا المعلومه دي بتصدمك او بتمر مرور الكرام، بس ما اعرف اي شيء لمايكل جاكسون غير المون دانس. لا ما تصدمنيش ولا حاجه، ما انت قلت بقى انت بتبتدي تتفرج عليا وانت طفل وانا كنت كهل في نفس الوقت ده. فانت مايكل جاكسون بالنسبه لك زي فرانك سيناترا بالنسبه لنا كده. لا 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 لا، الموضوع مو بهذا الشكل. انت ليش قلت اني كنت اتابعك وانا طفل؟ انا كنت اقول لك وانا صغير يعني. ما لا، ما انا بجيبها لك من الاخر بقى عشان انت عاوز تقول كده اصلا. بس يعني طيب، بس بجد انت يعني انت بتحب المزيكا بس ما عندكش اي ارتباط بمايكل جاكسون، ولا انت ارتباطك بعالم المزيكا اصلا مش قوي؟ والله شوف، هو متى توفي مايكل جاكسون بالضبط؟ يو بتسالني سنين تاني، ما اعرفش، 4 سنين 5 سنين مثلا. لا اكثر صح، اكثر يا شيخ. انا افتكر في الثانوي، وانا كنت في الثانوي، انا تخرجت من الثانوي قبل 15 سنه تقريبا. اوكي، افتكر ذيك في سنه ثانيه ثانوي كان في واحد من الزملاء او الطلاب يعني معانا في الفصل، مش صديقي بس يعني واحد من الزملاء اللي معانا في الفصل، كان بيحب مايكل جاكسون لدرجه انه كان حزين لموته وسوى لنا هالليله في الفصل كده. وبعدين انا كنت حزين لموته وسويت هالليله برضه. لا بس هو فعلا بقاله اكتر من كده، لان نبأ موت مايكل جاكسون جالي وانا في بيتي اللي قبل اللي فات، يعني انا عزلت من بعده مرتين. لا بقالنا انت كتير. واضح انك بديت تفقد الشعور بالوقت، عشان كده قلت 4 سنوات يا عم. بص يا برنس، انا من سنه 2000 لسنه 2022 بالنسبه لي كلهم واحد. يا سلام، خلاص. يعني اللي ممكن ابقى فاكرهم شويه التسعينات، اعرف ده حصل سنه كام، و90 يمكن. من بعد 2000 كله بقى شبه بعضه خلاص، يعني اللي هو ايه، ربنا اداني حاجات كتير وخد مني الحاجتين دول، مش عندي خالص. يعني الاحساس بالسنين مش بالزمن، بالسنين. ان انا ابقى عارف ايه حصل امتى، والاحساس بالجغرافيا اللي ليه دعوه بانا فين ورايح فين. انا في البلاله في الموضوع ده.
يعني لو في طريقي من لو طريق بعمله كل يوم خدت فيه يمين غلط او شمال غلط اتوه، لازم اطلع جوجل مابس عشان اعرف ارجع تاني انا رايح فين. هذا الكلام الى الان ده لغايه من شويه صغيره، مش انا قلت لك انا النهارده كان عندي ميتنج وانا جاي هكلمك انا تهت وانا راجع. اوكي سو قلت لي بليد رانر سنه كم هو 84 او 82؟ انا قلت 82 بس مش متاكد. هو في لا لا هو في الثمانينات. لا لا في المونتاج حتظهر الاجابه يعني بشكل عام. انا ابقى فخور بنفسي لو جبتها صح والله، يبقى لسه فيا امل. بليد رانر 82 أو 82 والله انا لعيب يا برنس والله استاذ. هل تريلر بقى ممكن يكون 82؟ بشرني بشرني، قول لي انه قول لي ان الجي بي اس تبع التايم عندك شغال. يتهيألي حيطلع 84. 82 يا خبر ابيض. بس يعني يا ريس يعني كويس بليد رانر والالبوم كله 82 يا عمي يا عمي، ما فيك الا العافيه، بس بطل الوسوسه والكلام الفاضي يعني. بس انا ما مهاراتي في معرفه السنين متطوره لدرجه ان انا مش قادر استوعبها، هو ده الموضوع. حلوة. طيب قشطة يا معلم، نروح للسؤال اللي بعد يا مهدي. يلا بينا. انا احس اني ما اقدر اقول لك مهدي، ابغى اقول لك عمو مهدي، ينفع؟ لا طبعا ما ينفع. ايه عمو مهدي دي؟ والله احس انه لازم كذا في كلمة احترام قبل مهدي، فانا المفروض اقول لك ايه يا وجيه يا ابني؟ ايوه عادي بالعكس يشرفني والله. مهدي حلو جميل. طيب السؤال الثاني يا مهدي، بيقول لك فيلم ودك تشيل البطل اللي فيه وتجيب بطل ثاني بدال، يعني انت شفت فيلم اعجبك الفيلم مرة اعجبك، والبطل اللي فيه تحس انه مش مناسب لجمال وروعة هذا الفيلم، فودك تشيله كذا وتجيب واحد بداله. صعيبة دي. عادي خذ راحتك في في التفكير. هو سبحان الله انت من ساعة لما قلتها وانا كل الافلام اللي جاية في دماغي كلها بتاعت جيرار باتلر، لان انا ما بطقش جيرار باتلر، وهو في تاريخه كله على بعضه عنده فيلم او اتنين في ينفع يتقال عليهم كويسين. اوكي فانا عايز انزعه من الافلام الكويسة دي عشان يفضل محتفظ عندي بصورته كأولئاسة كحاجة فاشلة ملهاش اي سبيل انها تنجح في الحياة. أوكي. فكان ليه فيلم من سنتين كده كان اسمه Out او كان اسمه كاب ايه، والله الانسان ذا ما بتابع له افلام كثيره. كاب شوب 2021. يس كاب شوب ده فيلم حلو جدا جدا الحقيقه. وانا يسوقني ان جيرار باتلر من ابطال لذلك فتعالى نشيله من الفيلم. أيوة. ده الفيلم اسمه ايش؟ مكانه اسمه كاب شوب 2021. Alright. ونحط مكانه روبرت داوني جون. يا سلام يا سلام، انت كذا شلت واحد وحطيت بداله قمه، انت حطيت بداله كيس ذهب. انا أي نفسي واحد. نفسي روبرت داوني جونيور انتاجه يبقى اكثر كثافه عن كده، يبقى اكثر تنوعا عن كده. عاوز اشوفه في افلام جريئه شويه، مش كل الافلام فاميلي فريندلي والحاجات دي، عاوز اشوفه في محتوى عنيف، عاوز اشوفه في محتوى على مستوى اللغة يكون في حرية أكبر، وحاسس أن الدور ده بالتحديد هو كان ممكن يعمل فيه شغل رائع. طيب أستاذ مهدي السؤال اللي بعده يقول لك أول، أيوة أنا كتبت السؤال غلط، واضح أني كنت مصحصح. الآن نفترض أنه جاك واحد يا مهدي وقال لك يا أستاذ مهدي أنا أبغى الآن تعطيني فيلم. الآدمي مالوش في الأفلام كثيرة، مالو في الأفلام كثير، ما تابع أفلام كثير، بس أنت عندك كذا دائما لما أحد يطلب منك فيلم عادة كذا في فيلم يسوي بوباب عندك كذا. أيوة إيه هو صحيح. الفيلم ده My Cousin Vinny من بطولة جو بيشي وماريسا تومي. ده فيلم كوميدي، انا ادعي ان هو الفيلم الكوميدي الوحيد الذي لا خلاف عليه، يعني ده مفيش حد انا عمري ما رشحته لحد غير لما جه شكرني وانبسط وضحك. ما ينفعش ما يكونش ضحك، ما ينفعش ما يكونش انبسط، ما ينفعش ما يشكرنيش، وما ينفعش ما يقوليش طب اديني افلام تانية زيه، ولازم ارد عليه واقول له للاسف مفيش. ماي كوزن فيني فيلم مفيش. ماي كوزن فيني فيلم كوميدي عن اتنين شباب بيتهموا خطا في قضيه قتل ومعهمش فلوس عشان يقوموا محامي، فواحد فيهم بيستعين بابن عمه اللي هو فيني اللي قايم بدوره جو بيشي. جو بيشي يا جماعه اللي ما يعرفوش بتاع جود فيلوس بتاع كازينو بتاع دي ايرشمان، يعني شخصيه عنيفه جدا وطالع بدور محامي اكتسب شهاده المحاماه بتاعته على كبر وعمره ما دخل محكمه قبل كده، وبيحاول ان هو يبرئهم في جريمه القتل ديت، وهو ما يعرفش المحاكم بتدور ازاي ولا التعامل مع القاضي يكون ازاي ولا ما اعرفش ايه ازاي، وبيروح بلد صغيره بيوقع نفسه في عدد كبير من المشاكل. ماي كوزن فيني وجيه في فتره من الفترات كان عندي على VHS على الشريط، اشغله يخلص اعيده تاني، اشغله يخلص اعيده تاني، ما بزهقش منه مهما حصل. واو. ولو انت ما اتفرجتش عليه يبقى انا انتظر انك تتفرج عليه وتيجي تقول لي ضحكت قد ايه وانبسطت ولا لا. والله انا صرت مهتم جدا اني اتابع بعد وصفك.
صراحة هيعجبك جدا صراحة. My cousin فينيا yes. وأنا متأكد أنك ما من بين زحمة الأفلام وكمية الأفلام اللي موجودة عندك في 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 الأرشيف اللي أنت تابعته ما اخترت الفيلم هذا بالتحديد إلا أنه فعلا فيلم قد يكون مناسب للكل. إذا لم إذا ما كان مناسب للكل فعلا ده صحيح. يعني أقول لك حاجة، في حد ممكن يجي يقول لي أنا عاوز فيلم ثريلر جامد، عاوز فيلم رعب جامد، عاوز فيلم أكشن جامد، دي حاجات تانية. لكن عاوز مش لازم تقول لي عاوز فيلم كوميدي جامد فأقول لك My Cousin Vinny. إنك تقول لي عاوز فيلم أنبسط، بس مجرد لما تقول كلمة إنك عاوز تنبسط خلصنا على كده، يبقى My Cousin Vinny. نفس السؤال ده أنا لو سألته نفسي، يعني لو أنت طرحته عليا في الفيلم اللي بيسوي كده بوب أب على طول كده فوق دماغي، هو فيلم انتاتشبلز الفرنسي. انتو شاب اللي بموت فيه ده من انا كان عندي سلسله حلقات قديمه قوي لافضل 10 افلام في التاريخ، انتو شاب اللي كان واحد منهم. حبيبي بموت يعني فيه. يعني تتفق معايا انه الفيلم هذا جداً فعلا جدا 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 فيلم هارت وورمنج، يبسطك ويؤلمك ويمتعك فيلم مدفئ للاحاسيس كده هايل. على وصفك يا مهدي جميل. طيب السؤال اللي بعده يا مهد بيقول لك، السؤال ده سألته ماهر جلس يضحك علي بس ما عليه، بيقول لا 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 هدي اللعب، بيقول لك لو انه حصلت لك كذا ظروف معينة وحبستك الدنيا في جزيرة وفرقة الانقاذ قالت لك علشان نوصل لك ونخرجك من دي الجزيرة يلزمنا سنة، بس خلال السنة هذه يعني لا السؤال طرحته بطريقة غلط، يا عم انت حتعيش في جزيرة انت حتعيش في جزيرة لمدة سنة، والسنة دي قالوا لك مسموح انك تاخذ عمل واحد معك، اما مسلسل او سلسلة افلام معينة او انمي او اي او لعبة براحتك، ايش حتاخذ معك لمدة سنة تجلس تعيد وتزيد فيه لمدة سنة كاملة، ما عندك اي خيار ثاني، اما سلسلة افلام يعني مثلا هاري بوتر سلسلة افلام فاهم، مش لازم سلسلة افلام يعني لازم أيوة اما سلسلة افلام او مسلسل، ما ينفعش مجموعة افلام لا. يعني ما ينفعش اقول لك انا عاوز الخمس افلام دول مثلا، يعني بس دي حتخلي حياتك في الجزيرة متعة، وانا ما ابغى انا ابغى اشوف ايش العمل اللي انت مستعد تعيده لمدة سنة في ذيك الجزيرة وحيد بلا احد سوى هذا الفيلم او هذا المسلسل. مفيش. ماهر قال Game of Thrones. ما لا انا اي حاجه في الدنيا عرفت نهايتها ما ارجع لهاش من الاول تاني. انت انا ممكن اغش اجابتك، هاري بوتر اولا في رايي هاري بوتر هو اعظم سلسله لاي افلام في التاريخ. يتفوق على Lord of the Rings ويتفوق على كل حاجه تانية كسلسله طويله. لغايه دلوقتي ممكن اقعد اتفرج على افلامه وما ازهقش منها، وانت عارف القنوات كتير بيعملوا ده هاري بوتر سبيشال نايت، يجيبوا اربع خمس افلام ورا بعض او يجيبوا افلام كلها ورا بعض، ما ببطلهمش اتفرج عليهم كلهم ما ازهقش منهم مهما حصل يعني. هاري بوتر فانز. انا هاري بوتر كل افلام هاري بوتر شفتها في سنه من اول فيلم لاخر فيلم، وهاري بوتر بيماب علاقتي بمراتي اللي من ايام لما كنا متعرفين مع بعض ولسه بنبتدي نخرج دخلنا افلام هاري بوتر، واحنا مخطوبين دخلنا افلام هاري بوتر، بعد ما اتجوزنا دخلنا افلام هاري بوتر. يا ميبي هاري بوتر. بس هقول لك حاجه، دي اجابه لمجرد الاجابه، لكن الاجابه الحقيقيه لو انت عاوز لا ما أيوة. ما في يعني هتعيش في الجزيره كده لحالك مع نفسك؟ اتامل، اديني شويه افلام، عاوز ماي كوزن فيني وذا بيج شو وانترستيلر ودانسز وذ وولفز بتاع كيفن كوستنر فيلم قديم شويتين وهيت، دين الخمس افلام دول وانا اقعد سنه ما عنديش اي مشكله. اوكي 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 برضو ستيل اجاباتك جميله في كل الحالات صراحه، الله يبارك لك. انا قلت الماهر يعني معليش انت اخترت انك تاخذ جيم اوف ثرونز وكميه النكد والتعاسه والحزن مستعد تعيشها سنه كامله في جزيره مع جيم اوف ثرونز، طب خذ لك مسلسل كوميدي مثلا، خذ لك حاجه تضحكك تونسك شويه ممكن. في الوحده دي والله. طب صح ممكن فريندز. شكرا لك ممكن فريندز. ما هو ماهر في النهايه رجع غير رايه وقال صح ليش ما اخذ فريندز ماشي صح برافو عليك. ليه بس انت 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 سويت كوليكشن حلو في الافلام، جبت شويه خيال علمي شويه كوميديا شويه اكشن. انت لا لا اصل الافلام دي يعني مثلا انا نازل رايح مشوار وبلبس وناس مستنياني في الشارع وحاجه زي كده، بقلب في التلفزيون لقيت اي فيلم من دول هكلمه اقول له معلش انا مش جاي انا حصلت لي حادثه ولا حاجه هقعد اتفرج. اوكي جميل. السؤال اللي بعده يقول لك، لا والله انا ملقوف، اباك تعرف اجابتي عن السؤال تبع الجزيره. جوهد. انا قلت الماهر باخذ معايا مودرن فاميلي. حلو. انا المسلسل ده بالنسبه لي افضل مسلسل سيت كوم بالنسبه لي، رغم اني شفت فريندز وشفت
بص هقول لك حاجه، علشان الموضوع السيت كوم دوت خناقه عند هوات الخناق، عارف انت الناس اللي عايزه تتخانق على اي حاجه وخلاص. أيوه. فريندز ولا ساينفيلد ولا دي اوفيس ولا ما اعرفش مين، السيت كومز بالتحديد الحاجه اللي قابلتك وانت قاعد في البيت فتره طويله، ومش أيوه. كل الناس بتبقى قاعده في البيت فتره طويله في كل مراحل عمرها. أزبوط. ففي الاغلب انت عندك مرحله، والمرحله دي بتختلف من حد لحد، ممكن تكون مرحله المدرسه، ممكن مرحله الثانوي، ممكن مرحله الجامعه، ممكن مرحله ما بين تو جوبز مثلا، ما بين وظيفتين، قعدت في البيت فتره فاتفرجت على حاجه. لو اتفرجت على حاجه في الفتره دي ضروري هتطبع معاك، هتنطبع على شخصيتك وهتكون جزء من الذكريات بتاعتك، ومهما نزل بعدها حاجات ممكن تكون احسن منها هتفضل دايما تقول هو ده الافضل. فريندز بالنسبه لي ده اللي كان معايا في فتره ثانوي وفتره سوري فتره الجامعه وفتره الشغل، اول وظيفه وفتره الجامعه، فده خلاص ده جزء من الدي ان اي بتاعي. ومحترم تماما ان مودرن فاميلي يكون هو الحاجه اللي في حد تاني طبع عليها في وقت تاني، لانها كلها اعمال محترمه. فريندز سيت كوم جميل جدا، ويسوءني ان في ناس عايزه تنتصر لاي سيت كوم تاني تقول لك شيل اللافينج تراك واعمل معرفش مين. انا اسف على اللفظ، يعني من اغبى الارجمنتس اللي سمعتها في حياتي. شيل اللي معرفش ايه تراك، شيل الموسيقى التصويريه من انترستيلر هيطلع مسرحيه، شيل ساوند افكتس من اي فيلم رعب هيطلع فيلم بيضحك. يعني دي وجهه نظر حمار، يعني بتاعت شيل الساوند تراك ولا شيل اللاف تراك ولا اعمل معرفش مين، دي كلها خلاص حاجه اترصت على بعضها واصبحت برودكت واحد بنتفرج عليه بنضحك. انت مش مطبع معاه خلاص، انت حر يعني. فلا، ومودرن فاميلي از ا جريت شو، انا لما بشوف حلقات منه بشكل عشوائي بيعجبني جدا. انا اشوف، بس بحكم انك فتحت موضوع الضحك في الخلفيه، انا ترى واحد من الناس اللي يزعجني الضحك اللي في الخلفيه، ولكن ما يزعجني بشكل مبالغ فيه، يعني ما يزعجني بشكل انه كل الضحك بيزعجني، بس بيزعجني لما بيحطوه في مواقف غير مضحكه بس علشان يحاول يضحكوك. في الوقت اللي ظهر فيه فريندز كل السيت كومز كانت بتعمل كده، كل الحاجات كانت بتعمل كده. ده انا شفت كم حلقه من ساينفيلد، الكل كان كده. انا شفت كم حلقه من ساينفيلد، شفت فريندز، شفت في الوقت ده كان عندنا زي ما تقول فريندز وساينفيلد، وكان عندنا لا ده بيج بانج ثيوري. لا لا، انا قاعد اعطيك الاشياء اللي زمان كان عندنا بيكر، وكان عندنا اسمه ايه يا ربي بتاع فريجر، وكان عندنا خمس ست مسلسلات كده وكلهم كانوا محترمين جدا. هابي دايز لو انا فاكر اسمه صح، اللي كان فيه الجدع بتاع بيكر اللي هو تيد دانسون، تو مين اند هاف مين ولا مش عارف ايه بتاع تشارلي شين والكلام ده، كلها كانت كده وكلها كانت ممتعه جدا وكلها كنا بنحبها. فانت تيجي على حاجه من زمن غير الزمن وتعلق عليها وتقول دي كانت بتعمل كذا عشان كذا، يا سيدي مفردات العالم كله كانت كده ساعتها. السيت كومز كانت كده، كانت قايمه على اللاف تراكس اللي بتتاخد من الاودينس اللي حاضرين في المكان، ولو في حد في الدنيا بيقول اللاف تراك كان بيخلي الدنيا دمها تقيل او بيضحكوا على الفاضيه والمليانه او كلام زي ده، او كانوا بيضحكوا على ساينز، ودي مش غلط، هما فعلا كانوا بيقولوا لهم ساينز، بيقولوا لهم اضحكوا هنا واعملوا هنا وكلام زي ده، بس برضو قدر قد ايه ده كان تشالنجينج للممثلين، انهم كانوا يدوا رياكشنز حقيقيه وانهم يشتغلوا قدام لايف اودينس، وان الغلطه بتاعتك لو كانت غلطه تفسد المشهد فعلا كانت بتوقف الفلو بتاع الدنيا كلها. ف كانت بتساعد في حاجات، بس كانت تحدي على مستوى حاجات تانية كمان. اوكي انا ألجمت في موضوع الضحك اللي في الخلفيه، عشان كذا بنروح على السؤال اللي بعده. خلاص ما عندي اي تعليق صراحه، خلاص امر الله، الله المستعان. شايفين وجهي كذا طول الوقت وانا لا يعني لو انت مش لو مختلف معايا دول نتناقش يعني. لا مش اختلاف او موافقه، انا اقول لك يعني انا تابعت فريندز وتابعت ساينفيلد وتابعت في يا اخي مسلسل انا بنسى الاسماء، مشكلتي عندي بنسى الاسماء دي زي اللوز. هاو اي ميت يور مذر كيف انسى بالله، اذا اسمي تنسي، هذا اسمي تنسي، انا هذه المشكله عندي، انا هذه المشكله عندي في النسيان. بالعكس كنت منبسط وبضحك معاهم في مشاهد كثيره، بس اللي انا قاعد اجادلك فيه هو انه الضحك اللي في الخلفيه ذا بيستخدم في مواقف غير مضحكه، فاهم؟ بس ممكن. هذه مشكلتي بس معه. ده ممكن معليه، ما هو ده جزء من الادوات الاخراجيه بتاعت السيت كومز، لو انت ما توفقتش في انك تحط لاف تراك في مشهد مش مضحك او حاجه بالطريقه دي يبقى انت يومست. بس قصاد كم اخفاق عندك كم لحظه تاريخيه يعني، ده اللي بيخلي. وبقول لك انا مش بقول ان فريندز هو مسلسلي المفضل، لاني متاكد بنسبه 100% ان هو السيت كوم الاعظم في التاريخ، ولكن هو ده بتاعي، ده اللي انا ده اللي جه اللي كنت بتابعه ساعه لما كنت في المرحله اللي انا قاعد فيها في البيت، فما فيش حاجه في الدنيا هتتفوق عليه عندي مهما حصل. وعلى بحكم تجربتي يعني، انا كنت في البدايه انزعج من الضحك بشكل عام،
كله الضحك كان بيزعلني، ولكن مع التقدم في الحلقات بديت اصلا ما عاد بحس بصوت الضحك، اصلا بيصير ما عاد له وجود بنسبه كبيره. يعني احنا ما كناش بنحس بيه خالص برضو لما نرجع شويه للفتره ديت، هو كله كان كده، فاحنا ما كناش حاسين ان ده في شيء غريب. حلو، روح على السؤال اللي بعده يا مهدي. اجل يلا السؤال اللي بعده، انا سالته وجاوب، ايش كان جوابه؟ خلينا نفتكر جوابه بعدين. السؤال يقول له: يا باشا باشا، ايش الفيلم او المسلسل او الانمي او اي نيلة منيلة يعني في عالم صناعة الصور المتحركة؟ انت قلت انمي او اي نيلة منيلة، يبقى انت بتكره الانمي، يبقى كل الاودينس بتوع الانمي المفروض يخشوا يهاجموك على تويتر دلوقتي حالا. ما حد هيهاجمني لانهم عارفين اني اصلا حياتي كلها في السنة الماضية دي كلها انمي. ما في حد في الدنيا يقول انمي او اي نيلة منيلة. لا انا لا لا. انا ما يصحش انك تشتمه بهذه الطريقة برضو مهما حصل. يعني هي ارت فورم ليها احترامها، احنا ممكن نتضايق منها ممكن بتاع، لكن نشتمها نقول نيله منيله لا 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 لا. اوكي يو جات مي يو جات مي يو جات مي. انا اسف يا شعب الانمي، شوفوا كيف خلاني اعتذر على شيء ما سويته، ما ادري كيف. حضورك طاغي، الرياتسو عندك ثقيله يا باشا، الرياتسو الطاقه الروحيه. طيب ايش الفيلم او المسلسل او الانمي او اي نيلة منيلة ودك تعيش داخلها؟ اعيش داخلها يعني كذا في بيئة، في فيلم، بيئة في مسلسل، بيئة في انمي معين انت مرة معجب فيها وكان ودك تعيش داخلها. تحب اقول لك اجابة ماهر بس ولا نخليها؟ قول لي. لا 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 قول لي، يمكن يغش، مش شرط يغششني بس افهم مفتاح السؤال اكتر من اجابة. حلو، ماهر يقول انا ابغى اعيش في ضرب مثال في مسلسل مادمن، وما قال انه ابغى اعيش تجربة المسلسل نفسه بقدر ما هو أجواء الستينات، ملابس البشر في ذيك الحقبة، السيارات، الشوارع، الطرقات، فكان معجب بفترة الستينات بشكل عام وأشار لها بمسلسل ماد مين. كلام جميل، إجابة موافقة رائعة جداً. أنا حابب أهني ماهر على الإجابة. أحب أقول لك أني أنا أرسلت الماهر كل الأسئلة قبل ما نسأله، فعشان كده فكان عنده فرصة يذاكر. أنا كان ودي أمرر لك بس حسيت في التجارب الثانية مع المتابعين. ايوه انا طلعت افضل. الانطباع الاول اجمل. طب وانت اجابتك ايه؟ انا اخترت فيلم ميد نايت ان باريس. لا لا اوه، والسفر والحاجات دي. ايوه اوكي، انا اشوف انه ذاك واحد من اروع الافلام اللي صورت باريس، بالرغم من انه باريس في كلام كثير بدا ينتشر عنها انه اللي في نشوفه في التلفزيون حاجه غير واللي في الافلام غير. انا اقصد في الفيلم ذاك، هو ذكرني باسم المخرج الشيبه، وودي ألن. اي وودي ألن، اشوف انه واحد من افضل المخرجين اللي قدروا يصوروا باريس بطريقه جدا جميله في فيلم ميد نايت ان باريس. خلاني اشوف الجمال في باريس، انا ابغى اعيش في الجمال اللي صوروا وودي ألن ذاك، ما ابغى اعيش في المجاري والفيران اللي بتمشي في الشوارع والاشاعات المنتشره عنه. طيب انا جات لي اجابه. فيلم The Insider من اخراج مايكل مان كان بيتكلم عن احد التقارير الاخباريه لبرنامج 60 مينتس، وكان متعلق بادمان التباكو او السجاير والامور. أوكي. انا خلاني عاوز ابقى واحد من فريق البروديوسرز بتاع 60 مينتس، فكنت احب واخش في خناقه مع الباتشينو وكريستوفر بلامر وراسل كرو، كنت احب جدا. انت بتعيش جوه الفيلم مش جوه البيئه تبع الفيلم. لا، البيئه بتاعت الفيلم، عاوز ابقى بروديوسر من البروديوسرز. اوكي اجريسيف يا مهدي. لو ما شفتش دي انسايدر لازم تتفرج عليه، من افلامي المفضله عبر التاريخ برضه. جميل ده انسايدر. اوكي نيكست. يلا السؤال يقول لك: يا مهدي، لو جاتك القدره انك تمحي فيلم، تمحي تماما من ذاكرتك من شده حبك له علشان تعيد. انا افتكرت العكس. لا ايوه من شده حبك له علشان تعيد تجربه المشاهده الاولى من جديد، تعيشها من جديد. ها ازاي دي مش اجابه على سؤال مباشر بايه افضل فيلم في التاريخ؟ الو الصوت بيقطع يا مهدي. الو لا لا لا، يعني انت شايف ان في فرق ولا لا؟ علشان انا ممكن اجري بسرعه لافضل فيلم في التاريخ في رايي، فهل في الحاله دي انا ابقى مخطئ ولا تمشي؟ تمشي صحيح. ايش افضل فيلم بالنسبه لك؟ يا انا مسوي كرياتيف انا. افضل فيلم في التاريخ ذا شاوشانك ريدمشن، بس ما احبش
اعيش تجربه مشاهدته الاولى باي طريقه مختلفه عن الطريقه اللي انا عشتها بيه. اوكي، يعني ما احبش امسحه من ذاكرتي وارجع اتفرج عليه تاني النهارده. اوكي، انا من اسباب عشقي لهذا الفيلم الطريقه اللي اتفرجت عليه بيها اول مره. احكي لي. كنا مأجرينه من نادي فيديو، كان فيلم مهمل في نادي الفيديو نفسه. okay. مش ناس كتير بتأجره، ودايما لما كنا بنروح انت عارف نادي الفيديو صح؟ ايوه عندنا هنا كانت لان قبل فتره بتستاجر منها سيديات الاشرطه الكبيره دي، شرطه الفيديو. كان على ايامنا وكانت الفي اتش اس اللي هي شرايط الفيديو، فكان على ايامنا عادي قوي انك تروح تطلب فيلم لا والله مش موجود، حد تاني خده او كلام زي ده. أيوة. حاول تسنك مع انه يقول لك طب هيرجع امتى، فتتواجد في نفس الوقت عشان ما حدش تاني يأجره قبلك او تحجزه او كلام زي ده. فروحت له مره مرتين على افلام معينه كنت عايزها ما كانتش موجوده، قال لي ما تاخد ده فيلم جديد، فما كانش لفت نظري قوي فاخدته اتفرجت عليه. في سنه اتفرجت عليه، كانت تهيألي 95 ساعه لما شفته، كنت في ثانوي. اخدته واتفرجت عليه مع بابا واتفرجنا لغايه نقطه معينه وانا تعبت وقمت نمت. انا هسبويل دلوقتي يا جماعه ده شاوشانك ريدمشن عشان لو حد لسه ما شافوش، اولا عيب عليك، بس ثانيا انا مستحيل يعني بس يلا. لغايه لما نمت كان قبل عملية الهروب، وكنت واقع في غرام الفيلم، واقع في غرامه يعني. ودخلت نمت لان كان عندي تاني يوم مدرسة، وبابا كمله. والصبح وانا بفطر عشان نازل بيقولي انت هتودي الشريط امتى، قلت له هاخده معايا واطلع من المدرسة على نادي الفيديو رجعه، قال لي لا ارجع من المدرسة كمله وبعدين وديه. okay. فقلت له ليه، ما هو فيلم بيدور عن واحد بيتعايش مع حياة السجن والصداقة اللي بتحصل هناك. قال لي انت ما عندكش اي فكرة هتشوف ايه. الله. لان لسه الفكرة دي معلمة معايا لغاية دلوقتي. الله. اوكي. فرجعت عشت التجربة من اولها، ما كملتش الفيلم، انا رجعت عدته من الاول لغاية لما اتفرجت، ومش متخيل ان فيه في النهاية قصة خلاص، قصة ريدمشن، قصة هروب. عشان كده والله ده ممكن نرجع تاني للنقطة سريعا بتاعت فريندز او الكلام ده. يا جماعة اللي بيختار افضل فيلم ده دايما مرتبط عنده بحاجة، ما هياش بس والله هذا الفيلم لغته الاخراجية 1 2 3 4 واداء التمثيلي 1 2 3 4 وقصة. شكرا لك. ده جزء من شخصيتك، جزء من ذكرياتك، لحظة ما بتتمحيش من مخك مهما حصل. وقعدت ساعتها بقى اسوق الفيلم ده في الشارع، يا جدعان روحوا اجروا الفيلم ده، انتوا ما تعرفوش البتاع اللي انتوا رامينه دوت، انتوا مش متخيلين قد ايه حلو وقد ايه كلام زي ده. فهو ده شاوشانك ريدمشن، بس لا ما شيلوش من تفكيري ابدا، دي ذكرى من اجمل ما يمكن. عاد على ذيك الايام ما فيش IMDB، ما فيش تقييمات، ما فيش احد يسوق للفيلم، ما فيش اخبار الاوسكار نفسها كانت بتجيلنا بعد ما حفله الاوسكار تتعمل بكذا يوم. يعني اترشح لحاجات كتير في الاوسكار بس ما كسبش حاجه، ما كسب اصلا. السنه اللي ترشح فيها كانت سنه تعيسه له بالنسبه له، كانت سنه من اعنف ما يمكن. كان قصاد بالب فيكشن، وقصاد فورست جامب، وقصاد بوي ستوري، وقصاد بلاوي يعني. مش أيوه. غير انه اصلا فشلوا في التسويق له يعني، غير فحتى لما جت الليسته بتاعت الافلام اللي كسبت في الاوسكار ما كانش من ضمنها، على انه يستاهل كل الجوائز تبع ذيك السنه، مع احترامي لكل الافلام اللي نزلت وحبي لها صدقا. انا اتفق تماما. انت ايه بقى الفيلم اللي انت وماهر اجابتك وين؟ انا قاعد احاول افتكر اجابه ماهر بس مش فاكر والله. انا الفيديو اللي عملته انا وماهر قبل سنتين، فجالس احاول افتكر انا ايش كانت اجابتي. ما اتوقع انه سالني نفس السؤال، هو كان عنده الخيار انه يوجه لي السؤال ونسوي باس يعني نروح للسؤال اللي بعده. ايوه جينا للسؤال اللي انت كان عندك فكرة، اللي هو شيل فيلم من الأوسكار وحط بداله فيلم، بس بنحط بداله يعني السؤال اللي أنا بطرحه. عندك فرصة إنك تعطي ممثل أو ممثلة جائزة الأوسكار وعن أي فيلم. ما راح ناخذ الجائزة من أي أحد، لا لا ناخذ لا 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 ناخذ الأوسكار من ريدي من إيدي ريدمين عن فيلم The Theory of Everything، ونديها لجيك جيلنهال عن نايت كرول. أوف، تعرف إن دي إجابة ماهر؟ عشان ده المنطق العقل. انا وماهر جلسنا كذا مبحلقين في بعض. نايت كرولر؟ قال لي ايوه نايت كرولر. اوسكار؟ قال لي ايوه الاوسكار. ولعلمك نايت كرولر جيك جيلنهال ما ترشحش اصلا. ايوه اصلا ماهر جلس بيسب وبيشتم في ابو امي. انا شايف ان دي اعظم جريمه في تاريخ الاوسكار بكل تاكيد. طب انت عندك خبر، يا مهدي انه ترى علشان تترشح للأوسكار لازم البروديوسر يرشحك؟ لازم، وأكيد أصلا نايت كرولر كله على بعضه ممكن يتقال عليه أوسكار بيت، يعني هو معمول علشان جيك جيلنهال يكسب الأوسكار. جدلا ممكن تقترح هذا الموضوع. أنا قلت ممكن إنه ما ترشح أصلا. لا طبعا البروديوسر بوشت هم وتحرك، بس هي طريقة الأمريكان يا وديه ليهم طريقة في حساب كل حاجة في الدنيا، يشوفوا العالم كله ماشي إزاي وهم يطلعوا بفكرة تانية لوحدهم، زي بالظبط الأمريكان فوتبول كده، الكورة دخلت الجون يعني
بجون، لا بسبعة. ليه؟ معرفش، احنا شاهي بقت سبعة. هما كل حاجة في الدنيا عندهم ماشية عكس العالم كله كده. فالطريقة بتاعت البالت بتاعت الأوسكار ان انت كعضو في الأكاديمية بتجيلك الاستمارة بتملى الأول فلان الفلاني والتاني فلان الفلاني والتالت فلان الفلاني والرابع فلان الفلاني والخامس فلان الفلاني، بتقول لكل واحد رقم. هما بقى مش بيجوا مثلا يقولوا أكتر واحد ظهر في القايمة دي مين، فيبقى هما دول اللي يستاهلوا الترشيح زي ما أي حد في العالم هيعمل. أيوه. هما بيعملوش كده. هما بيعملوا عملية، والله أنا نفسي كل مرة أقراها عشان أفتكرها وبعدين أرجع أنسى هي بتتعمل إزاي. بيدوا يعني مثلا لو واحد خد المتوسط بتاعه دايما إن هو رقم واحد، ده اللي بيبقى ليه صدارة. لو أنت بتترشح دايما تاني واحد، يعني أنت جيك جيلنهال مثلا ظهر في أغلب الاستمارات بتاعت الناس اللي بترشح رقم اتنين، بس في واحد تاني اسمه ظهر في رقم تلاتة كتير قوي بس ظهر في رقم واحد مرة أو مرتين، يبقى له أولوية على جيك جيلنهال. وأنا فاكر ساعتها في ناس شرحوا هذا الموضوع وقالوا جيك جيلنهال تقريبا موجود في كل البالتس بتاعت الأوسكار، ومع ذلك الرقم اللي ظهر فيه هو اللي خرجه من الترشيح. أوكي، يعني اسمه كان موجود فعلا. طبعا من ضمن الممثلين، وبقولك الناس وهي بترشح الخمسة اسمه كان بيتكرر كتير، كان موجود بكثافة كمان. لأنه أنا إيش اللي خلاني أقول كده، أنا كنت بشتغل في سنة من السنوات كنت بشتغل في شركة كانت وظيفة شركتنا إنها بترشح لجوائز في مؤتمرات دولية ومؤتمرات وزي كده. كانوا بيجوا مثلا مجموعة شركات أو مجموعة جهات حكومية بيرشحوا تطبيقات جوالاتهم أو مواقعهم لجوائز معينة، وللأمانة تطبيقات عادية جدا، بس لما تيجي في الترشيحات ما في أحد، أنا مضطر أختار فائز في النهاية. فأنا قلت ممكن إنه نفس دي الفكرة، هم ما رشحوه أصلا. البروديوسر ما قدم طريقة ملف حساب من أعجب ما يمكن يا ريس. ودايما تلاقي جوه القاعدة في قاعدة تانية يقولك دي الطريقة اللي بنختار بيها أول اسم، تاني اسم بقى لازم معرفش يجي فين، رابع اسم يعمل معرفش مين، وبعدين نحسب الأفريج فنطلع ستة، نستثني أول ثلاثة ونطلع الثلاثة تاني. كيمياء كيمياء، كل حاجة في الدنيا لازم يلعبكوها زي انتخابات الرئاسة بتاعتهم. طبعا أنت عارف اللي بيحصل فيه. أنا بكره السياسة بس شايف الفوضى اللي عاملينها في كل ولاية. يعني كل سنة في واحد واخد أغلبية الأصوات مش هو اللي كسب. ليه يا عم؟ عشان الإلكتورال فوت. إيه الإلكتورال فوت دوت؟ إن كل ولاية ليها وزن، مش كل ولاية زي التانية. طب الوزن دوت بيتحدد بناء على إيه؟ بالنسبة بناء على عدد السكان؟ لا، في ولاية ممكن يكون فيها 20 مليون بفوت واحد وولاية فيها 5 مليون ب20 فوت. طب إيه الهبل ده؟ لا، أمريكا دي تكتب على جنان البني آدم يا جدع. الله يخرجنا منهم، بس أنا بكره السياسة وبعيد كل البعد عنها. بس يا عم ضحكوا على جيك جيلنهال في الآخر، يعني هو ده الخطة دي كلها كانت موجودة من الأول عشان يضحكوا على جيك جيلنهال. جايز كل جايز. ممكن ليناردو دي كابريو مر بذي المعضلة إلين بعدين قالوا لا خلاص زودناها معاه، لازم نعطيه جائزة في النهاية. ممكن. لا لا لا، اللي عم الدنيا عندهم كمان في ترشيح افضل فيلم، ده افضل فيلم ده موال تاني لوحده لانهم 10 ترشيحات، وفي الاغلب ما بيرشحوش العشرة. ليه بقى؟ يعني هي الكاتيجوري نفسه بيقبل 10 افلام، ومع ذلك لغايه قبل السنه اللي فاتت عمر ما كان في 10 افلام، دايما 7 8. طب ليه يا جماعه؟ مش هو يسمح ب10؟ يقول لك طب هو في اكتر من 10 افلام اتعملوا في السنه زي ما انت بتقول كده، ما انا لازم اكسب حد. طب ما تحط 3 التانيين في الترشيح لا دول بقى ما استوفوش الشرط بتاعه ان الورقه بتاعتهم تكون متنيه من فوق، حاجات زي كده بقى، فاهم؟ ايوه فاهمك، زي اشتراطاتهم التعبانه اللي سواها في اخر كم سنه دي. دريجو. حلو حلو. سو بتعطيها لجيك يلنهال وللفيلم كمان نفسه ولا بس للممثل؟ نايت كرولر كان هو مين اللي كسب سنه بيردمان باين، هو نزل في نفس هو نزل في سنه بيردمان، هو بيردمان فاز بجائزه اوسكار، فاذا نزل في ذيك السنه معناته يب يتهيالي بيردمان هو اللي خدها. بيردمان لا، بيردمان فيلم متماسك. انا بموت في نايت كرولر، بس انا بتكلم على الاداء التمثيلي. اوكي نفس اجابه ماهر، سبحان الله. في توافق كثير في اجابات بين بيردمان. ده المنطق يا بيه، طالما يعني هي فكرة، مش فكرة ان انا وماهر ذوقنا متشابه، هو ده المنطق، هو ده العقل، ما هو ليس ذلك حسبك انت. والله يا اخي انا شفت فيلم نايت كرولر، بس يعني انا جلست اتجادل انا وماهر انه اوكي تمثيله جدا رائع، بس ما كنت مقتنع انه ممكن اشيل واحد واعطيه الاوسكار له. اوكي يستاهل الاوسكار، بس يعني ما عندي النية اني اقاتل بنفس تكشيرة الانياب اللي سويتها انت وماهر، هذا اللي اقصده يعني. لا دي وجهة نظر مستعد ادافع عنها واجادل عليها من هنا للسنة الجاية، بس في النهاية لا مش 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 ما ايش طيب هشرس نفسي عليها يعني.
ايش عليك يا معلم؟ وهذا السؤال بيعجبك، هذا السؤال انت ممكن تتفلسف فيه، لانه هذا واحد من اكثر الاسئله اللي تعبت وانا اعصر دماغي علشان اطلع فيها. ويا ويلك عشان تنقلها من حلقه ثانيه. ويا ويلك يا ويلك يا مهدي لو تقول لي هو السؤال ده مش نفس السؤال لو طرحناه بطريقه ثانيه. لا جاوبه جابوا بطريقتي انا اللي طلعتها. ما خليك ماشي. اختار ممثل يقدم فيلم، الفيلم ذا يحكي قصة حياة مهدي. بالله ايش رايك في السؤال اول حاجة؟ كويس كويس. كم تقيمه من 10؟ 7. طيب. لا مش سؤال عظيم يعني وزيه، معلش حبيبي يعني. طيب اسمع لسه ما اكتمل السؤال. وايش حيكون اسم الفيلم؟ فكرتني ب لسه فيلم مصري ده لسه ما خلصش. ومين راح يختار علشان يخرج فيلم قصة حياة مهدي؟ سهلة قوي من اللي يخرجون. يا رب ما تختار المخرج اللي في بالي، لأنه ثلاثة في سلسلة على الماشي جاوبوا نفس المخرج، فبشوف انت ايش بتجاوب. ما اعتقدش حيبقى المخرج اللي في بالي. طيب الممثل راسل كرو. الله عليك، 100 100 100 100. ليه؟ لأن راسل كرو لما كبر تخن وفضل تخين عادي، ما راحش الجيم وما شالش حديد ولا كلام زي ده. فراسل كرو علشان الامور الفيزيائيه زي ما بقول لك كده، انا بحب راسل كرو، بحب مات ديمون بالتحديد يواجهها علشان الفكره دي، ان دول ناس ما رسموش نفسهم اكتر من اللازم لما سنهم كبر شويه، وفضلوا محتفظين بمظهر مقبول في نفس الوقت. فبس انا لو قلت مات ديمون ابقى بصيعه شويه، لان اللي هو عامل زي ما يكون اي حد في الدنيا يقول لك ليوناردو دي كابريو عشان في شبه بينه وبين بعض، فاهم؟ فلا مات ديمون ابقى ببالغ، يبقى قله ذوق مين. فنكتفي براسل كرو في المخرج. مايكل مان 100%، ما فيهاش كلام. اوكي. وهو مخرجي المفضل، وطريقه لمسه للواقع في الافلام بتاعته اعتقد ان ما فيش حد زيها. ف يا اسم الفيلم، اسم الفيلم دي بقى فكرتني بفيلم مصري من فتره كان موجود عندنا، كان اسمه ايه يا ربي، كان اسمه مش فاكر، كان بتاع دنيا سمير غانم، كانت عايزه تتجوز وبتاع، وبعدين قررت ان هي قصه حياتها لو هتتعمل فيلم يسموه البيره. اسم الفيلم، استنى تيجي نفكر فيها شويه. ايوه خذ راحتك خذ راحتك عادي. طب هو ينفع اللفظ يكون فيه كلمه مش مؤدبه؟ يا عمي اشرح ايش حياتك على بروديوسر، اعطينا طوط يعني لو الكلمه مره طوط. حنسميها ديك ابو العبث. وات بس وات اجين ديك ابو العبث. انا ماني شايف اي كلمه مش كويسه الا لو يعني في الثقافه المصريه. ديك ابو ديت ريبليسمنت لحاجه تانية ما بنحبش نقولها يعني، ف لانها يعني حرام قوي، فبنكتفي بانها ديك وخلاص. ديك ابو العبث. ايوه يس. من بطوله راسل كرو واخراج مايكل. ليش اخترت الاسم ده؟ طيب يعني العبث جزء مهم جدا من تجربه حياتي عموما، فانا لازم اكرم دور العبث في حياتي. وديك ابو بتجمع ما بين الغضب والانتقاد والفكاهه في نفس الوقت. حلو، وده شيء انا بحترمه جدا برضه. ديك ابو العبث بالانجليزي. ايه مش عارف. بتخليه كده يترجم. هنضطر نشتم رسمي بقى. لا 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 هو حينزل نسخه في اللغه العربيه رسميه فقط. طيب حلو حلو قوي. المخرج مايكل مان، الفيلم ديك ابو العبث، الممثل راسل كرو. فمراحل عمريه مختلفه. جميل جميل، حبيت الاجابه يا مهدي، حبيت الجلسه معاك ممتعه للامانه حبيبي يا دود. وانت طيب. والله الله يسعدك. طيب السؤال اللي بعده، اتمنى اني ما طولت عليك، بس والله الوقت بيمر والله ما بحس. انا بجد مستمتع جدا بالكلام. الحمد لله جميل. طيب السؤال اللي بعده يقول لك، انا واحد من الناس اللي كان عندي مشكله مع الافلام الكلاسيكيه الى فتره قريبه ترى، وما زال عندي مشكله مع الافلام الكلاسيكيه، ولكن يعني افلام الفريد هيتشكوك شويه شفعت للموضوع ذا، فتابعت افلام الفريد هيتشكوك وانبسطت عليها. تقريبا كل افلام هيتشكوك تابعتها. فانا بقول لك لو جاك واحد يا محمود بس انه زي وضعي ولسه ما تابع اي شيء من الكلاسيكي، وقال لك اعطيني فيلم كلاسيكي، ابغى اجرب فيلم كلاسيكي، بشوف الناس دول اللي مزعجين، انا الكلاسيكيات الكلاسيكيه، يعطيني فيلم يعبر فعلا عن الافلام الكلاسيكيه ويخليني استمتع فيه، حكم اني انا انسان تابعت افلام حديثه متطوره من كل النواحي، من ناحيه تمثيل تصوير بلا 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 بلا.
حدود الكلاسيكي عندك سنة كام؟ قصدك يعني إلين متى أقول عنها مش كلاسيكي؟ يعني ما أقولكش مثلا فيلم من التسعينات ده مش كلاسيكي. أيوة يعني أنا على الشائع على المتعارف عليه يعني حتى في موقع IMDb لما تكتب كلاسيك موفيز إلين تقريبا 69 بعد كذا بيبدأ يعاملها أنها مش كلاسيكي. بص أنا زيك أنا ما عنديش نفس درجة الاتصال والتواصل مع الأفلام الكلاسيكية القديمة اللي هي ما قبل الستينات وما ذلك، ومشاهداتي فيها مش كتيرة قوي، وده مش علشان انا كسلان او بعيد عنها او كلام زي ده، بس عشان كل ما بتفرج عليها ما ببقاش فاهم ليه بقى الهوسه دي كلها. يعني جون وذ ذا ويند دوت انا مهما حاولت ما بيجيبش معايا خالص، ما نجحتش في التواصل معاه اطلاقا. يعني انا تابعت فتره كورونا حد يعمل كده في نفسه، هي ناقصه ملل. لا يعني من كثر ما كنت مره طفشان مش عارف ايش اسوي فقالوا لي جون وذ ذا ويند واحد من اروع واعظم الافلام الكلاسيكيه، انا انبسطت عليه صراحه، انا نمت عليه بصراحه. فلا ما عنديش اتصال جامد بده، بس في فيلم في الخمسينات كمان مارلون براندو اسمه On the Waterfront، ده لو عاوز افتح نفس حد لانه يخوض التجربة يقدر الدنيا ويتفرج على فيلم بمفردات حتى لما تيجي تقارنها باللي موجود دلوقتي يظل محافظ على احترامك. On the Waterfront مارلون براندو، و12 Angry Men ممكن كمان. 12 Angry Men في الخمسينات صح؟ 54 52 حاجة زي كده. حلو، انا كنت بقول لهم يتابعوا ذاك الفيلم تبع هيتشكوك. مين فيه؟ شو اسمه؟ سايك. اوكي نارا بيك فان. ما عجبك؟ مش حكايات ما عجبنيش، بس حاسس ان يعني علشان مش اول فيلم سلاشر شفته. يعني انا فاهم كويس قوي لأي حد بيشوف الفيلم دوت كاول فيلم سلاشر على عيني وعلى راسي خلاص ده جيم تشينجر، بس انا شفت كل ولاده الصغيرين قبله. اوكي فمش عارف. عارف انت عامل زي ايه برضو في الافلام الحربيه؟ يجي يقول لك ايه اعظم فيلم حربي في التاريخ، يقول لك المعجزه سيفينج برايفت راين. ليه؟ علشان ابتكر شكل شخصيه بتعمل ما يشبه الروت تريب داخل اجواء حرب. على فكره هو ما ابتكروش ولا حاجه، هو في الاساس في فيلم اسمه ابوكاليبس ناو بتاع فرانسيس فورد كوبولا هو اللي ابتكر ديت، بس برضو موافق ومش معترض على اننا كلنا شفنا ابنه قبله فبقينا مرتبطين بيه على اساس انه هو اللي وضع القواعد. فيتهيأ لي ديت الحاله المتشابهه اللي ألفريد هيتشكوك عمله ملوش اي مثيل عبر التاريخ بيرت ده، يعني لما حاولوا بعد كده ان هم يكرروه في افلام بمخلوقات تانية، مره يعملوها بالعناكب ومره يعملوها بالنمل ومره يعملوها ما اعرفش مين، طلعت افلام تضحك. مفيش حاجه في الدنيا طلعت في الماجنيتيود بتاع بيرت. مظبوط حلو قوي. نروح على اللي بعده يا مهدي، باقي لنا ثلاث اسئله وخلاص بنخلص الليل. حلو. السؤال بيقول لك يا مهدي، بيقول لك شخصيه شريره سواء بطل خارق او مجرم او ايا كان، بس البطل الشخصيه الشريره هذه يعني انت بتحترمها بغض النظر يعني عن توجهاتها الشريره، يعني تحترمها ممكن لمبادئها لطريقه تعاملها مع الامور من حولها. ايش هي الشخصيه دي؟ عندي شخصيتين. جوني من كاراتيه كيد. اوكي. وده مش عشان انا اللي اكتشفت فيه جانب الفلسفه بتاعته او الخلفيه بتاعته او اثبات ان هو مش بالضروري شخصيه شريره، ولكن دوت اللي اعتمد عليه اعاده احياء الفيلم في شكل مسلسل كوبرا كاي. اوكي. وكوبرا كاي الموسم الاول في رايي الشخصي حاجه من الاعمال المحترمه جدا 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 اللي لازم الناس تديها فرصه، يتفرجوا على كاراتيه كيد ويرجعوا يتفرجوا على كوبرا كاي. فكره انك تاخد الفيلن بتاعك تجعله بطل المسلسل اللي بيتعمل في نفس العالم. كاراتيه كيد معلش على المقاطعه مهدي، كاراتيه كيد مفيله اكثر من فيلم ترى. انا بتكلم على الاول. يعني كاراتيه كيد في تقديري الشخصي هو الفيلم الاول الذي يستحق ان ينظر له باحترام. أوكي. اللي حصل بعد كده افلام مسليه، بعد كده في افلام مسليه بس إيش وبكلم طبعا على نسخه رالف ماكيو الاولانيه مش نسخه ابن ويل سميث وجاكي تشان ديت. ايوه مظبوط فهمت عليك مظبوط. فكوبرا كاي لما جه مع ما امشى يعني البطل بتاعه مش دانيال، البطل بتاعه جوني، وخد الموضوع من منظوره وما جردوش من صفات الشر اللي كانت موجوده عنده، ولكن وضعها في بروفايل بني ادم ممكن تتفاهم معاه، ممكن تبتدي تفهم هو ايه اللي حوله لكده وايه اللي عمل فيه كده. وبعد كده بياخد رحله دلوقتي كوبرا كاي وصولا للموسم الرابع باين ولا الثالث ولا ما اعرفش كام، اصبح جيلتي بليجر يعني ما بقاش بوزن الموسم الاول. بس اتس فاين ات جوز اون. الشرير بقى هو بصراحه يعني مش شرير قوي، بس هو شرير، هو حرامي. ايوه. وقتل قتله وقتل ناس ابرياء وعمل حاجات زي كده، ولكن الفيلم نصفه بشكل كبير جدا لدرجه انه في هذا الفيلم بيموت في الاخر، ولدرجه ان انا كل مره بتفرج على هذا الفيلم بيبقى نفسي يهرب في الاخر، نفسي في مره تحصل حادثه غريبه تاريخيا وما يتقتلش في الاخر. اسمح لي اخمن. خمن. روبرت دينيرو. هيت بالظبط. انا مسحور بالشخصيه بتاعته. رائعة. شخصيه نيل ماكولي رائعه. بعدين اتوقع هذاك الدور الوحيد اللي قدمه، انا ليش ابى اقول روبرت داوني جونيور؟ ليش روبرت دينيرو؟ لخبطتك انا في الاول. ايوه روبرت دينيرو يا
ديفيز. روبرت دينيرو توقع ذاك الفيلم الوحيد اللي سواه بالسكسوكة. ممكن قد شفته بسكسوكة غير ذاك الفيلم اتحدى. لا عمل حاجة تانية بدأن على أيوة. بعضها لكن بسكسوكة لا ممكن لا. دور رهيب دور رهيب فعلا, فعلا. بالرغم من انه بالرغم انه في نهايه الفيلم يعني حاول انه ايش يصحح الامور شويه. لا هو هو عنده كود, هو مجرم وعنده كود. بص الموضوع ده وجيه بيضايقني دايما في انك لما تيجي تعمل اي فيلن في اي فيلم في الدنيا لازم تطلعه شخص سيء حتى تجاه المقربين لي, وده موضوع بيفصلني منه باسرع ما يمكن. اللي هو يصدر رجالته علشان يخشوا في حاجه معينه, واللي يموت منهم يموت واللي يعيش منهم يعيش, ويعاقب واحد منهم بانه يقتله ويشخط في مراته ومش مهتم بابنه وبيعامل الموظفين بطريقه سيئه وبيعمل معرفش مين. نيل ماكولي ما كانش كده. نيل الجانج بتاعه العصابه بتاعته كانت عيلته مزبوط. اي حد فيهم بيجرى له اي حاجه كان بيركبه 500 عفريت, لدرجه ان لما واحد منهم اكتشف ان مراته بتخونه مش بس راح انتقم له ولا راح عمله, ده راح حاول يصلح حياته يرجع حياته تاني لنصابها الصحيح. ومع ذلك هو مجرم وعنده كود عنده بروسس. يعني المشهد اللي حلله بيه اول عمليه قتل بيقول لك اول واحد اتقتل من الحراس كان خطا, الباقي ما كانش خطا. قال له طب ايه السبب؟ قال له وات ذا هيل خلاص. يعني الكود كود تم اختراقه. في واحد اتقتل انا ما كنتش عايز اموت حد بس أيوة. في واحد اتقتل حسيب الباقي ليه؟ فهو شرير. انا ما ينفعش نتكلم عن الشخصيه وما نقولش عنها شرير. أيوة هو شرير بكل تاكيد مظبوط, بس البروفايل بتاعه ما اتعملش في التاريخ, ما اتعملش زيه في التاريخ. اتفق معاك واجابه جدا جميله يا مهدي حبيبي يا رود. I will give it a like big like thank you. السؤال اللي بعده, شوف هو في سؤال مره بسيط بس باجله للاخير لانه هذا باقي اخر سؤالين. بسالك السؤال الاخير قبل الاخير, فهمت حاجه؟ مش فاهم حاجه. لا فاهم اوكي. انا اللي اعرفه حكم يعني بعض الاطلاعات في السوشيال ميديا, انا شفت انه ماهر تعب معاك جدا علشان تتابع هجوم العمالقة. حصل. ابغاك تحكي لي عن تجربتك مع هجوم العمالقة بعد ما صارت الفوضى دي كلها, بغض النظر انت عملت مراجعات وعملت رياكشن, ابغى كذا يعني حاجه حصريه تقولها عندنا هنا. اقول لك حاجه حصريه. ايوه ماشي. انا ما كنتش عارف اي حاجه عن عالم الانمي خالص, لدرجه ان انا لما اتفرجت على اركين رحت سالت ماهر هو ده انمي؟ هو ده ينفع يتقال عليه انمي؟ قال لي لا ما ينفعش خالص, ولو عاوز تتفرج تتفرج على كذا وبتاع. فانا قلت له لا مش عاوز. وبعد كده قعد سنه كامله يحاصرني بكل الطرق الممكنه علشان اتابع اتاك اون تايتن وابقى مستعد للموسم الاخير قبل ما يتعرض, علشان هو عاوز يتكلم معايا فيه وعاوزني اعمل له حلقات وكلام زي ده. حاجه ما اعرفش اذا كان عندي حريه مطلقه ان انا اقولها ولا لا, بس حاول واتمنى ما بقاش غلط فيها او حاجه بالطريقه دي. ماهر شايف ده في الوقت ده كان شايف ان انا ظالم قناتي باني ما بطلعش على الامور اللي زي دي اللي في الاغلب بتجيب مشاهدات وبتجيب مشتركين كتار قوي, وانها ممكن تساعدني وامور زي دي. وطبعا لما بقول حاجه بالطريقه ديت انا قصد ان انا اوضح للناس الحاجه اللي اتمنى ان هم يكونوا عارفينها بالفعل, واللي ما فيش اي سبب ان هم يكونوا مش عارفينها بالفعل, هو قد ايه ماهر دوت انسان جميل, وقد ايه انسان نظيف, وقد ايه انسان سالك, وقد ايه صديق مخلص, لدرجه ان هو بيقودك لما يراه افضل لمستقبلك. جميل جميل يعني فده موضوع مهم ان انا اوضحه. وبعدين تحت كل هذه الضغوط انا رضخت واتفرجت واتكلمت والاستقبال بتاع الامور كان جيد, ورسمت في ذهني صورة للفن ده, لفن الانمي, لأداة التعبير وأداة السرد الدرامي اللي اسمها الانمي او الرسوم المتحركة اليابانية والامور دي كلها. وانا ما بعرفش اطلع من مخي ابدا حدود القواعد, ان في حاجة اسمها قواعد. القواعد دي انت اللي بترسيها داخل العالم بتاعك, بتوصل لنقطة معينة لازم يكون في حدود. مفيش حاجة في الدنيا اسمها ملهاش حدود, وإلا مقاييس الاستقبال أو مقاييس التذوق نفسها بتقف خلاص. مبقتش يعني ذوقي فين بقى في الكلام ده؟ يعني أنا لسه داخل في خناقة تانية مع ماهر تبع الأفلام الهندي بعد ما ضغط عليا برضو خلاني أتفرج على تريبل آر. تويتر أنت كنت حتنفجر في تويتر في التغريدة يعني لغاية دلوقتي أنا مش عارف لو تريبل آر دوت فيلم ممتع جميل بمقاييس السينما البوليودية أو النوليودية أو الواتيفر اللي انا عمري في حياتي ما هفهمها والكلام ده كله. امال الفيلم الوحش شكله ايه؟ ما خلاص ما هو كله شبه بعضه, نحارب نمر ونحارب دبه ونعمل سي جي اي تعبان ونعمل دراما كلها ابتزاز, يبقى ايه مفهوم الفيلم الوحش يعني؟ فالمهم في الانمي وفي اتاك لما ابتديت اتكلم عنه وابتديت اعمل الحلقات بتاعتي, العلاقه ما بيني وما بين الاودينس كانت علاقه طبيعيه ما فيهاش حاجه. مفهوم ان في ناس هيعجبها كلامي وفي ناس مش هيعجبها كلامي, في ناس هتحس ان العالم ده عالم بتاعها مش عايزه دخلاء عليه وتقول الكلام دوت في وشك وحاجات زي كده. لغايه الحلقه يا
وجيه، مش عارف انت مش فاكر الحلقه الكام بالظبط، لما ايرن كان عاوز يوصل ان هو يعمل الكونتاكت مع اخوه وضرب بالنار فرقبته طارت فوقعت في ايده في الكلام ده كله. انا شفت ان ده اوفر ذا توب بطريقه لا يجب مسامحه، يعني انا قلت ده اوفر ذا توب، حتى التوب اللي انا اتعودت عليه وانا بتفرج على اتاك. يعني انا فهمت قصدك المشهد ولا الحدث اللي صار بعد المشهد؟ لا المشهد نفسه، فكره ان هو رقبته تطير ومع ذلك يفضل عنده انفاس اخيره في الحياه بحيث ان يحصل الكونتاكت وبعدين الدك يحصل والامور دي كلها. لا الحدث نفسه ان الرقبه تطير ومع ذلك انا شفتها مشهد يضحك، يعني حتى بعد ما حاولت اعود نفسي على قد ما اقدر على القواعد بتاعت هذا العالم، انا شفت هذا المشهد مشهد بيضحك، ده بيخترق القواعد اللي انت شخصيا ارست، بقيت خلاص انت بتمط قوي في القواعد بتاعتك لدرجه انا ما بحبهاش. وعلى فكره هي متناسقه مع ذوق، يعني انا من شويه كنت بقول لك ان هاري بوتر هو افضل سلسله وافضل من لورد اوف ذا رينجز، تقول لي طب انت ايه مشكلتك مع لورد اوف ذا رينجز؟ اقول لك ان لورد اوف ذا رينجز مفيش حد بيموت فيه، مزبوط. اي شخصيه بتموت ممكن ترجع، خلاص يبقى مفيش قواعد، يبقى ذوقي ما بقاش عامل في الموضوع. انا دلوقتي بقى مطلوب مني ان انا اقعد افتح مخي اطلعه واحطه على الترابيزه وافضل واقف زي القبله كده اضحك وخلاص واسقف وخلاص واعمل كده وخلاص، وانا مش راض مش عايز اعمل كده، انا عاوز مخي يبقى جزء من الموضوع وجزئي لازم ومخي لازم يبقى في حدود في هذا الموضوع. فانا اعتقد على قد ما اتذكر ان دي اكبر نقطه خلاف حصلت ما بيني وما بين الاودينس بتوع اتاك، في ان انا شفت ان الحلقه دي فيها مشاكل ما كانتش المشكله الوحيده، والكوميونتي على الجانب الاخر كان عمال يتغنى بجمالها وبروعتها عارف انت بقى اللغات المكرره اللي الناس بتقولها، مليون من عشرة، ألف من عشرة، اعظم حلقه في تاريخ ما اعرفش. فانا حسيت ان دي النقطه، اول نقطه حسيت فيها بان انا دخيل على هذا العالم، ان لا انا مش فاهم هذا العالم، مش فاهم ابعاده، ومش عاوز اجي ادخل افتح اوضه على الناس بتوع الانمي واقول لهم يا جماعه حتى المبالغات ليها حدود، ومش عاوز افتح الاوضه على الناس اللي قاعده بتستمتع بالافلام الهنديه واقول لهم يا جماعه حتى الاستعراضات والمبالغات ليها حدود. ليه اعمل كده؟ ما الناس اللي قاعده في الاوضه دي قاعده مبسوطه ومرتاحه وبتضحك ومستمتعه وبتقتني الحاجات وحاطه بوسترات وفي منتهى الاستمتاع في الدنيا، مين انا علشان اجي اقول لهم لا ده مش حلو وده غلط وده زياده وده ما اعرفش مين؟ فانا قررت اروح سايب البابين دول مقفولين زي ما هم كده واقول لهم يا جماعه انتوا استمتعوا بهذا العالم، دي اوضه انا لا انتمي ليها ولن انتمي ليها، ولو اتكلمت فيها حدا يقكوا فخليكم انتوا مبسوطين وخلوني انا مبسوط، ولما نتقابل نعمل لبعض باي باي وخلاص. اوكي هذا هو الموضوع. اوكي بس انت يعني ناوي توقف اتاك يعني ولا وقفت؟ دود انا وقفت اتاك قبل ما يخلص، انا لغايه دلوقتي ما شفتش اخر 3 حلقات بسبب الحدث هذا. يس اتصور ان انا عملت بعده حلقه او 2 كمان وبعد كده قررت ان انا مش عايز اكمل خلاص. اجابتك يا مهدي للامانه جالسه تجاوب على اسئله كثير جوا دماغي او اشياء في نفسي انا مش عارف افهمها، شكرا لك صراحه حبيبي والله. يعني زي ما بقولك انا مش عاوز، يعني انا مش عاوز ابقى عامل زي الناس اللي بتيجي هو ايه افلام مارفل اللي انتوا بتتفرجوا عليها دي كلها نفس البلوت عماله تعيد وتزيد. دود انت مش فاهم فما تدخلش نفسك في الموضوع خلاص، كمل الاحترام. يعني ايه افلام دي سي اللي كلها مظلمه وكلها دراما وكلها ما اعرفش مين وكلها ابو باتمان وام باتمان؟ دود انت مش فاهم فخلاص ما اعرفش مين. فده نفس الموضوع، انا دخلت هذا العالم وهذا العالم ولقيت نفسي بتكلم لغه الناس مش فاهماها والناس بترد عليا بلغه انا مش فاهمها، وانا مش هغير رايي في هذا الموضوع، يعني حاسس ان الموضوع دخل في نطاق تفكيرك وتذوقك، فالافضل والاسلم ان احنا نفصل القوى ديت عن بعض. طيب يعني انت ما في اي نيه انك تكمل اتاك اون تايتن؟ خالص، ولا اي انمي تاني ايفر اجين. بس انت قطعت شوط طويل ترى في اتاك اون تايتن، يعني ترى ما عاد بقي شيء خلاص. ما برضو انا من انصار فكره ان مشت منك قطعت شوط كبير في الحاجه يبقى لازم تستكملها طالما انت وصلت لنقطه معينه خلاص. يعني مثلا انت واحد مشتري علبه سجاير وقررت والعلبه فاضل فيها 3 سجارات انك تبطل تدخين، تروح مخلص اخر 3 سجاير علشان كمان ده فاضل 3 يعني؟ حصل. الله يعظم. السؤال الأخير يا مهدي، السؤال الأخير هذا بعيد كل البعد عن السينما والتلفزيون وصناعة الصور المتحركة، ولكن أنا طرحته على أكثر من ضيف عندي في السلسلة ويهمني أعرف إجابتك، لأنه يعني صراحة يعني ممكن يعني تكشف لنا أبعاد كثيرة مستخبية في شخصية مهدي. واو. اختار تطبيق من تطبيقات السوشيال ميديا واحذفه تماما من الوجود ولماذا؟ تطبيق سوشيال ميديا، تيك توك، انستغرام، يوتيوب، فيسبوك، تويتر، سناب شات،
سناب شات؟ ممكن سناب شات عشان مش فاهم. لا لا انا مش علشان مش فاهمه، انا ابغى في تطبيق انت ودك تحذفه لانه قد يكون مسبب لك مشكله كذا بطريقه ما. لا بس مفيش انت... مفيش حاجه يعني، هم كلهم تناوبوا الموضوع ده عليا. عد عليا اوقات كنت بتلقى اسوأ تجارب على يوتيوب، وعد عليا اوقات كنت بتلقى اسوأ تجارب على فيسبوك، وعد عليا اوقات على تويتر، عادي السوشيال ميديا اكسبيرينس زي بقيه البشر كلهم. بس هختار فيسبوك. واي واي فيسبوك اول لما ظهر مفيش حد في الدنيا ما حبهوش. صحيح. لسبب معين ان هو خلانا نرجع نتصل بناس كنا فقدنا الاتصال بيها من زمان. انا فجاه لقيت نفسي على اتصال مره اخرى مع اصحابي من ايام المدرسه واصدقائي من الوظائف السابقه اللي كنت اشتغلت بيها، ومع الجيراني من الشارع، وناس من عيلتي كنت فقدت الاتصال بيها من زمان. وفضل ماشي لفتره انت سعيد بالتجارب ديت وبتاع، وبعد كده يعني انا هقول لك هو تطور ازاي، بس مشكلتي معاه ايه. هو بعد كده تطور لبلاتفورم للتعبير عن الراي وللدعم وللبراندنج وللمعرفش مين، لغايه لما اصبح الشيء اللي موجود دلوقتي ده، وما زلنا على اتصال مع الناس الكتيره ديت. انا اقول لك المشكله في الاساس في ان هو قعدنا تاني نكلم الناس اللي في حياتنا القديمه. انا شايف ان النورمال اوردر اوف ثينجز، سنه الحياه، ان ده ما كانش يحصل، ان اللي في الماضي كان يفضل في الماضي. وان اللي فقدت الاتصال بيه لاي سبب ايا كان، فيسبوك ما بيصلحش الاسباب دي. فيسبوك بينسيها لك، بينسيك ان انت ممكن تكون فقدت الاتصال باصحابك بتوع المدرسه لان تجربه المدرسه بتاعتك ما كانتش حلوه اصلا، ولما ترجع تاني تستعيد التواصل معاهم ونخش مع بعض في بلاتفورم قايم على الافكار والتعبير عن الراي والاتصال بيها، فجاه خلاص احنا بقينا عايشين مع بعض مره اخرى، بقينا بنتكلم في الكوره وبنتكلم في السينما وبنتكلم في السياسه وبنتكلم في الاكل، كاننا كنا رجعنا تاني قعدنا في الفصل اللي كنا قاعدين فيه زمان، او قعدنا في المكتب اللي كنا بنشتغل فيه زمان، او قعدنا في المدرج اللي كنا قاعدين فيه زمان. نبتدي نفتكر هو احنا ليه من الاساس فقدنا الاتصال ببعض، لاننا اصلا ما كناش بنحب بعض. اوه ماي جاد. انا اي حد يا مهدي من قبل انت كشفت، انت فتحت عيني على حاجه فعلا. يا فعلا انا فعلا ترى اول ما يعني احنا الفيسبوك عندنا في السعوديه ودول الخليج ترى متوفي من 10 سنوات. انا عارف ده يعني فيسبوك مش توفى من سنة 2010 أو 2011 زي كذا، توفي تمام خلاص عين العقل والله. أيوه بس لا أفتكر ذيك الأيام فعلا عاد اتصالي بأشخاص أنا تركتهم زمان. اللي فاضل معاك من الناس دي يوم لما الحياة فرقتكم حرصتوا إن أنتوا تاخدوا تليفونات بعض، بالظبط حرصتوا إن أنتوا تنزلوا تقابلوا بعض. اللي ما حرصتش، اللي ما اهتمتش تاخد تليفونه ولا تعرف اشتغل فين ولا تروح تزوره، يبقى ربنا أراد ليك إنك تشيله من حياتك. لما رجع تاني جوه حياتك في ظروف تانية للحظة انت نسيت وفرح، يا ده فلان الفلاني من ايام المدرسة، يا ده فلان الفلاني من ايام الشغل، يلا نقاد بعض، يلا نتكلم، يلا نعبر عن اراء، يلا نعلق على الاراء ديت مرة اخرى. فجأة تلاقي في رواسب نفسية طلعت وعمرك ما هتعترف بيها. هنا بقى هتحنيك شوية والعب دور الدكتور النفساني. عمرك ما هتعترف بان هي ديت الاسباب، ولكن في غضب في الامور، في عنف في التعبير عن الرأي، في عنف في استقباله، وخصوصا ما بين الناس اللي انت تعرفها تلاقي نفسك مسك لسانك، مش عاوز تقول حاجه تضايق، مش عاوز تقول لفظ ما اعرفش ماله، غير لما تتكلم مع الببليك، غير لما تتكلم مع الناس، غير لما تتكلم مع الكلام ده كله. تخيل بقى كل ده بيحصل، ودي المصيبه الكبرى، وانت موجود في شارع كله اعلانات وكله استقطاب وكله تجسس وكله يا نهار اسود على التجربه. لذلك انا لو املك ان انا امحي حاجه من يوم ما طلعت لحد النهارده فهي فيسبوك بكل تاكيد. انا كنت هحذف تيك توك يعني ولأسباب تافهة مقارنة بأسبابك، هي أسباب تافهة. قولي إيه طيب الأسباب؟ تقريبا شايف تيك توك إنه هو قاعد يقول للإنسان أخرج أسوأ ما فيك وأنا راح أخليك توب. بس أنا هقولك حاجة، أنا مقتنع إن تيك توك بالتحديد، مش الشورت فيديو فورمات كلها، تيك توك بالتحديد قابل لإنك تعيد تطويعه لما يناسبه. لا لا أوكي أوكي لا لا أنا بتكلم كويس معاك، أنا معاك في النقطة فيه. وأرجع وأقولك حاجة، أنا بشوف لعلمك، أنا جات لي فترة كده كنت كثيف الانتاج على تيك توك وعملت ارقام كويسه وكنت مبسوط بيها وبتاع، وبعدين فجاه ابتديت ابص على شغل الناس التانيين وقلت انا المفروض اتكسف على ده. في ناس بتطلع تغني صوتها حلو قوي، في ناس بتطلع تعمل سكتشز ذكيه جدا، في ناس بتطلع تعمل تريكات بالايديتنج بالتليفون من اذكى ومن امتع ما يمكن، في ناس بتخش تعمل مهارات كوره هايله، في ناس بتعمل مهارات رقص عظيمه، في ناس بتعمل مكياج خطير. طب يا جماعه انا قاعد في وسطكم، انا ولا حاجه، انا واحد قاعد قدام الميكروفون بيقول رايه، ده مش مكان لده. انا شايف
ان تيك توك مكان للتعبير الابداعي والفني، وانا بعد ما قعدت فتره طويله اتفرج عليه واشيل الحاجات اللي مش عجباني. أيوه. اللي هي فيها بقى اباحيه، فيها قله ادب، فيها تفاهه، فيها اللي زي اللي طلع يتكلم كلمتين وقطعهم من فيديو ورميهم لي علشان يزود الفيوز بتاعت الفيديو اصلا ولا كلام زي ده. فجاه تجربتي على تيك توك بقت زي ما بقول لك كده، اتفرج على ناس حصل يا مهدي حصل رابرز قاعدين بيعملوا في ظرف دقيقه فيرس من امتع ما يمكن ويستخدموا فيها انسترومنتس بسيطه. لقيت في واحد بيعمل حته سكتش وجيه بالموبايل قدام مرايه بيتحرك بسرعه قدام المرايه وبعدين يغير الميك اب بتاعه وبعدين يرجع تاني وبعدين يغير الميك اب بتاعه وبيرجع تاني. انا بتفرج عليه يا ابني انا ولا حاجه، يا ابني انا ولا حاجه، ده انت برنس. الراجل اللي بيعمل التريكات الصعبه بتاعت يرمي بيليا ما اعرفش من مين ويرمي كارت كوتشينا ينزل في السيديا. ايوه معروف انت انت مبدع، مش عارف اسمه، انت مبدع، انا ولا حاجه. انا خليني في مكاني، انا لا انتمي هنا. فلا انا ما اختارش تيك توك. انا بقول لك لو في حاجه في الكويك فيديو فورمات واتيفر ديت هو سناب شات اللي ما حبيتهوش لاني ما فهمتوش لغايه دلوقتي، مش فاهمه اصلا والله. يعني اثريتنا والله يا مهدي، اثريتنا بمعلومات كثيره والله في فيديو اليوم، واستمتعت والله، استمتعت بشكل ما كنت متوقع. يعني استمتعت معك بالفيديو انا اصور، وحرفيا ساعه و40 دقيقه مرت مرور ما حسيت فيه. يا باشا انا استمتعت جدا، بس انا كنت متوقع ان انا هستمتع جدا جدا، مش زيك انت كنت متوقع ان انا ممل وان انا هزهقك. لا انا مستمتع مستمتع بس من باب ليش دائما تخلي اجاباتي تطلع بشكل، انت اللي قلت كده، انت اللي بتقول ما كنتش متوقع ان انا هستمتع، يعني انت كنت متوسم ان انا شخصيه ممل. هتطلعني بشكل وحش يا مازي، والله مش قصدي كذا والله. ما تعرف لما يقول لك انا جدا مستمتع بس ما كنت متوقع اني استمتع لذي الدرجه، انا مستمتع والله، بس استمتعت فوق ما انا كنت متوقع، هو ذا اللي اقصده. Don't do that to me again please مهدي. I will not. الله يعطيك الصحة والعافية والله يا مهدي، حبيبي يا رئيس فعلا. وان شاء الله ما تكون اخر استضافة ان شاء الله. انا عندي كذا مخططات مستقبلية كذا، بس خليها كذا بيني وبينك بعدين خلف الكواليس. خلاص حلو. أيوه. انت لو بتفكر في اللي انا بفكر فيه نعمل احلى شغل يا حبيبي. الله يعطيك العافيه والله، فرصه سعيده مره اخرى. أنا يعطيكم العافيه يا اخوان على المشاهده. كان معكم الوجيه ومهدي من قناه فيلم جامد، نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه.